used words to the Guterres. السيد غوتيريس قال بأننا كإنسان في طريقنا نحن في طريق خطر بخصوص التغيرات المناخية و أن هذه المعطيات كلها تدل عن أشياء كثيرة. أيها السادة والسيدات، ونحن ننظر إلى المعطيات والإحصائيات والمعلومات وحتى القصص التي نتقاسمها، نرى أننا بشكل جماعي من خلال الانبعاثات الغازية نحن نواجه مخاطر عديدة، وأيضا هذه الانبعاثات في ترتفع كلما زاد الوقت. في 2022 خلال التقرير الأممي الخاص بالتغيرات المناخية لدينا 8 سنوات قمنا بتلويث أكثر فأكثر، 1.1 درجة في المئة ازدادت في حرارة الكرة الأرضية. وفي السنة الماضية أيضا لاحظنا عواصف فيضانات ناتجة عن كل هذه الأشياء، وأثرت على العديد من الأشخاص حول العالم وكلفت الدول ملايير. وإنه وقت غير مسبوق عبر العالم وأوروبا بالخصوص، وأن المحيطات أصبح يرتفع مستواها، والتي ارتفعت وتضاعفت خلال السنوات الماضية. نحن أصبحنا في خطر كبير، وأصبحنا هشين، نعاني من الهشاشة تجاه هذا الموضوع الذي يتسبب في التأثير على المدن، البنية التحتية وكل الأشياء، وأن خاصية العيش لدينا نطرح تساؤلات حولها ونتساءل حولها وعن مغزاها، وأن هناك بعض التقارير التي تقيم التغيرات المناخية وتقول أن هذا الموضوع لا يضاهي، فالحياة حياتنا تغيرت كثيرا، تأثرت كثيرا بالتغيرات المناخية، وأن هذا التغيرات المناخية يتسبب فيها الإنسان بسلوكاته وهو يقودها بنفسه. وأود أيضا من خلال هذا المنبر أن أستعمل بلدي كمثال الذي يقع في وسط المحيط الهادئ، لنقوم بتقييم تأثير التغيرات المناخية على البلدان وما نحن بصدده. بشكل بنيوي نحن والأشخاص الذين نمثلهم لديهم تأثير على التغيرات المناخية، الجفاف وأيضا ارتفاع مستوى البحر في دورات وبشكل دوري، وأنه حدث مترابط. في 2015 عانينا من بعض الكوارث الطبيعية، وكانت تلك الدورة هي الأسوأ في تاريخنا. 60% من اقتصادنا والمواد المحلية تأثرت، و60% أيضا من الأشخاص تأثرت حياتهم الاقتصادية، ولدينا 95% من المنتوج الفلاحي لدينا تأثر، وتم تقدير الخسارة آنذاك هي في 100 مليون دولار. وفي غضون 5 سنوات إلى حدود 2020 لدينا بعض العواصف الاستوائية التي أثرت أيضا بدورها، وكانت هناك رياح من 200 كيلومتر في الساعة، ودمرت بيوت مشاريع وبنية تحتية، وعانت المجتمعات لدينا، وعانى المجتمع كثيرا والأشخاص كذلك عانوا. فهذه الدورة كان هناك 900 شخص تم إجلاؤهم من بيوتهم، ولدينا
لدينا 6000 شخص خارجين وتم إجلاؤهم ولم يعودوا بعد. إذا تذكرتم 2020 آنذاك بدأت أزمة كوفيد وكورونا وأن التأثيرات تلاقت حولنا وأثرت علينا وأنها أججت الأمور وأدت إلى مشاكل إضافية وخلقت مشاكل إضافية. أيها السادة والسيدات، هذا يعطينا نظرة خاطفة عما نعاني على كل المستويات بخصوص التغيرات المناخية. فالتغيرات المناخية هي أزمة اجتماعية ومجتمعية، وأن الأرض أصبحت هشة وتعاني من الهشاشة على مستويات متعددة ومما له تداعيات على المجتمعات لدينا. فالتغير أو المناخ هو يؤدي إلى أزمة ليست مجتمعية فقط ولكن بيئية. كبلد نحن ممتنون لكل ما يحدث حول العالم من نقاشات ومناقشات في الموضوع بخصوص اتفاقيات المبرمة بخصوص التغيرات المناخية، ونحاول أن نربط بين ما نقوم به على مستوى المساهمة المحلية وما نحتاجه لنبقى في غضون واحد وفي حدود 1.1 درجة مئوية مرتفعة أو في الارتفاع. لنواجه كل هذه التغيرات فعلينا أن نغير بعض السلوكات، ونحاول أيضا من جهة أخرى أن نصدر بعض التحذيرات المناخية ليتم اتخاذ كل الإجراءات لازمة لتعاطي مع الموضوع. وفي بلدنا فانواتو هو من بين البلدان التي تعاني والتي ستطلب من الأمم المتحدة قرارا يطلب من منظم من المحكمة الدولية المحكمة الجنائية الدولية لأخذ لإضافة بند في هذا الإطار. وأنا بهذا الصدد ممتن لما يقوم به المغرب في هذا الاتجاه. نتمنى أن تكون المحكمة الجنائية الدولية تقوم بصياغة بعض الالتزامات القانونية بخصوص التغيرات المناخية وبخصوص هذا الموضوع بالتفصيل وبالضبط، وأن تكون هناك التزامات قانونية وتداعيات قانونية في احترام الالتزامات، التزامات تجاه التغيرات المناخية التي ستغير مما نعتقده وتعكس بالتالي أو تعكس بالتالي كل الطموح الذي لدينا في تقليص تأثير التغيرات المناخية واحتراما لبنود اتفاقيات باريس حول المناخ. فكل الأدوات التي لدينا للتعاطي مع الموضوع والتي تعكس رغبة الإنسانية في التعاطي مع هذا الموضوع بجدية، وأن هذا الموضوع أيضا من جهة أخرى يحتوي على حلول للمشاكل، حلول التي سوف تكون مزعجة وستغير تحول مسار المجتمع ككل. وأن الاستدامة المناخية ضرورية، فهناك بعض المخاطر يجب أن نخاطر حتى نحصل على الحقوق التي نتوخاها. فالإنسانية وخصوصا الأطفال الذين وهم أطفال سعداء لن نسمح بأن يواجهوا مستقبلا مليء بالمخاطر. وشكرا لحسن الإصغاء. ميرسي مالكوم. شكرا.